في اعشاب فعلا بنستخدمها صحيح، لكن الفكره عاوزين نوصلها برضو ان انا مش هعمل الاعشاب بس واعمل لخبطه في كل حاجه تانية. تمام. يعني في مفهوم خطا واحده بتاخد وصفه اعشاب معينه، ممكن يكون العشب نفسها كويسه لها فايده، لكن تعملها بدون ما هي بتلتزم برجيم، بدون ما هي بتعمل رياضه، بدون ما وهي مثلا بتاخد علاج اصلا بيزود الوزن وعاوز الاعشاب دي تجيب معاها نتيجه، طبعا هيكون صعب جدا. أكيد. لكن انا باخدها كحاجه مساعده، يعني الاعشاب فيها بعض الاعشاب فعلا مساعده بتساعد في نزول الوزن، لكن مع مراعاه اللي انا بعمل معاها رجيم كويس، بعمل معاها رياضه كويسه، وبراعي الاشياء الاخرى اللي ممكن تزود لي الوزن. من ضمن الاعشاب الكويسه الشاي الاخضر، حاجات كويسه جدا تساعد في نزول الوزن وتقويه المناعه وكمضاد اكسده كويس. البردقوش من الحاجات الكويسه بتساعد في تنزيل الوزن وتنظيم هرمونات لو في لخبطه. الكرفس من الحاجات الكويسه، الشمار من الحاجات الكويسه، القرفه من الحاجات الكويسه، الزنجبيل من الحاجات الكويسه، النعناع والكمون والليمون حاجات كويسه جدا، قشر الرمان، بذور الرجله، بذور الكتان، كل ده اعشاب بنستخدمها. لكن بيكون حسب برضه حاله المريض، يعني في ممكن المريض يقتضي معين ونوع تاني لا، لكن اعشاب مفيده، لكن بشرط ان احنا نستخدمها في منظومه كامله. تمام. اللي انا استخدمها مع رجيم منظم مع رياضه صحيه او مشي او اللي احنا بنحدده الوقت حسب حالته، بالاضافه زي ما قلنا ترتيب الاسباب الاخرى اللي بركز عليها قوي اللي هي ممكن تسبب زياده في الوزن من غير ما اخد بالي او اعمل لها اعتبار بشكل دقيق.